هل تفيد ماذا؟ التصديق. لا تفيد التصور، تفيد التصديق. ولذا في الغالب لا تدخل إلا على الأفعال، لكن قد تدخل على الأسماء من باب إبراز ما هو مطلوب أن يحصل في صورة الحاصل، كقوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم شاكرون؟ فهو يطلب الانتهاء ويطلب الشكر، لكن أتي به بعد الاسم من أجل أنه حاصل وواقع، فما على المأمورين إلا أن ينفذوا وأن يطبقوا.